بالنسبة لي أنا بديت في النادي الجمعية البحرية الجديدة سابقا كجميع الأطفال. كان جابني الوالد الله يرحمه أنا والإخوان تاعي وتعلمنا رياضة الزوارق الشراعية، ومن بعد كملنا في هذه الرياضة بعد ما توفى الوالد الله يرحمه فوق اللوحة الشراعية. كملنا باش ما نخرجوش للشارع، الوالدة خلاتنا نكملوا في هذه الرياضة. الحمد لله الإخوان تاعي من بعد ما كملنا واحد مشى لفرنسا والثاني كمل في سباق السيارات وانا كملت في الكلوب. نقولوا تربيت في الكلوب وما ننساش الخير تاع الجمعية البحرية الجديدة سابقا والناس اللي سهروا على التربية تاعي في هذا الكلوب. ما غنكرش الخير تاع الكلوب ولكن جات الفرصة باش نشكرهم من الحارس تاع الجمعية البحرية اللي كان الرئيس الرؤساء اللي كانوا والرئيس الحالي، وما ننساش رشيد بلغيت اللي هو اللي رباني وعلمني صنف التفاؤل. الحمد لله حرزت على بطولات، بطل المغرب في الليزر وفي الويند سيرف، وجيت في البطولات الدولية جيت مرتبة الثانية والثالثة في الجزائر وفي مصر، وفي البطولة أوروبا حصلت على المركز 32 من ضمن 250 قارب. الحمد لله كانوا عندي نتائج مزيانة. من وصلت لهاد النتائج كنت كندرب بوحدي في النادي. الحمد لله شفت بأنني في 2007 أنني قادر نكون مدرب، وكأي واحد كأي إنسان طموح طمحت وخدمت ومشيت جيت لدوفيل وقرايت، مشيت القهاوي وتعبت وكان عندي كونتاكت مع أجانب تعلمت منهم، والحمد لله درت دي فورماسيون او نيفو لا فيديراسيون وحصلت على الدبلوم المستوى الثالث من الاتحاد الدولي اللي كيسمح لي باش ندرب منتخب وطني ونكون مدير تقني وطني. الحمد لله. بالنسبة للفضل الحمد لله كيرجع لله سبحانه وتعالى ولعائلتي الكبيرة والصغيرة فهمتي اللي ساعدوني والنادي تاعي. وبالنسبة للشباب اللي كندربهم دابا المنتخب الإماراتي ما نخفيش عليك احنا أقوى في العرب، احنا أقوى عربيا وخليجيا أسيويا قريبين إن شاء الله. وكنصح الشباب الدراري عندنا تاع جديد اللي في الكلوب أنهم يحاولوا يطوروا من نفسهم فهمتي ويتعبوا، ما يفكرش بأنه غدا راه غيشد مليون ولا عشرات المليون، فكر في المستقبل أن غدا تقدر تشد 5 دراهم ولكن من بعد تقدر تشد 50,000 درهم. يعني بنادم يصبر على رزقه يصبروا شوية وأنهم غير وصلوا. وكيف قلت لهم أنا في الندوة الصحفية أنني أنا مستعد نعاون أي واحد في الشباب اللي غير وصل واللي باغي يوصل، ماشي اللي غيمشي يشرف وواحد يجيب واحد يجيب. انا جبت دابا مدرب معايا ممكن بكره نجيبو مدرب ثاني وغادا نقضوا عائلات كثيره ان شاء الله. وكنت بغي نشكركم في الاخير كثير. شكرا.